السلام عليكم، بتمنى انكم بألف خير وعافية. فيديو اليوم راح يكون عن مشترياتي من موقع صيني رومي وشينساي. ما فتحت ولا شيء، راح نفتح سوا. عندي كتير 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 اشياء. واحد، اثنين، ثلاثة. كل اشي ملابس، بس ماني متذكرة بالضبط الاشياء اللي طلبت، عشان استنيت اكتر من 20 يوم، يمكن 20 يوم ولا شهر. اوكي، خلونا نبلش مع هذا. اول مرة بجرب شيئين ورموي. كثير مرة حكيت لكم عن رموي وشيئين في قناتي الثانية باللغة الفرنسية. اوكي، متذكرة انا اخذت شوية اغراض عشان البرد، عشان الشتاء. هون في سنغافورة ما في برد، ما في شتاء، دايما شوب والشمس. بس بحب اعمل في البلوج لوك، وينتر لوك. شو هذا؟ اوكي، هذا كوت، بلاك كوت اسود، ريحته عن جد مو حلو. انا اخذت سايز سمول. اوكي، خليني اجرب هذا، عن جد حلو. اوكي، شو رايكم؟ عن جد حلو. اكيد راح اعمل لوك في البلوج مع هذا الكوت. عن جد حلو، بس ريحته عن جد مو حلو بالمره. ثاني شيء، انا اخذت شوز. اوكي، لونهم اسود، حلوين عن جد حلوين، بس الريحه مو حلو بالمره. شوفوا كيف عن جد حلوين. حلوين، حبيتهم. اوكي، بعدين بعرف. شو هاد؟ هاي بلوزه، عندي نفس بلوزه باللون بينك زهري، واخذت هذه البلوزه باللون اسود. هي شوي زي هاد بس قصير، عن جد حلو، حبيتها. وسايز سمول. اوكي، راح افتح هلا هاي قناتي الفرنسي. لما بطلب من شيئين ورموي دائما بغسل الاواعي وبكوي وبعدين بعمل الفيديو، بس اليوم قررت اعمل اشي مختلف واورجيكم كيف الاواعي بيجوا. اوكي، هذا بيجاما سروال والتوب مريح وحلو كمان، حبيته. شو اخذت كمان؟ كوت. وهذا الكوت بيشبع الاول الاسود. اوكي، خليني نجرب. اوكي، يمكن هو اصغر وصغير شوي. اخذت سمول، بس اوكي حلو، عن جد حلو، حبيته. اكيد راح البس وراح اعملكم لوك مع هذا الكوت. اوكي، هلا راح افتح هذا. يا الله قديش حلوين، عن جد حبيتهم. يا الله حلوين. اوكي، بعدين عندي هذا الجين. اوكي، هذا حلو. انا اخذت سايز 26، 26. هيك شكله، هو زي مام جين، اكيد بتشوفوا كيف حلو، عن جد حلو، حبيته. شو كمان؟ راح اشوف هذا التوب. شوفوا، حلو 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 حلو، هو كتير مريح وعن جد حلو، بس قصير.
راح البس مع تنوره، ما راح البس، ويمكن راح البس مع بالاتزو، ما بعرف راح اشوف. بس عن جد حبيته حلو كثير. وكوتون، هذا كوتون. شو كمان؟ اسود اسود اسود. شو هاد؟ بعدين اخذت هذا التوب عشان الرياضه، عندي نفس توب باللون ثاني، وحبيته عشان كتير 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 طويل ومسطور بنفس الوقت. بعدين شو هاد؟ هذا بنطلون. اوكي، لونه حلو عن جد حلو، بس يا حلو. في مرات بتشوفوا في الويب سايت اشي، ولما لما بتشوفوا الملابس في الحقيقة مو نفس الشيء. حلو عن جد حلو، بس حسيت ما بعرف الماتيريال مو كتير كتير كويس، بس اوكي حلو. بعدين اخذت هذا الجين، راح اورجيكم من وراء، حلو كتير ونفس الشيء، هذا نفس الشيء. انا اخذت هذا البلازر، شفت نفس الشيء عن زارا. او يا الله، صغير 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 صغير. لا، انا اخذت سمول، وشوفوا كيف، يا الله. يمكن هذا مره ثانيه راح اخذ بسايز ميديوم، بس حلو حلو. بس شوفوا، لا ما فيني البس، كتير صغير وانا ماني مريحه. شو كمان؟ هذا فلورا، حبيت لونه، بس يا اوكي، هذا لازم اكوي، بيجي زي هيك، عن جد حلو. ولازم اغسلهم، الريح مو كويس. اوكي، يجي هيك، وانا فكرت البس هاد مع تنورة اسود او بطلون اسود، حبيت اللون وكمان حبيت ديزاين. اوكي، ثلاثة وراح نخلص. هذا يمكن بلازر ولا بلوزة. شوفوا قديش حلو، عن جد جميل. شوفوا، تيجي هيك و بتذكرني شوية زي ملابس مغربي، عن جد حبيتها، وعندي سايز سمول، كتير حلو، بس لازم أكوي. هلا يا الله، راح اورجيكم كوت. انا عن جد ما راح البس في كثير اشياء، ما راح البسهم، راح البسهم عشان فوتوشوت واعملكم لايك وينتر لوك بوك، بس ما فيني البس زي هاد. هون في سنغافورة يا الله ما في برد، بس عن جد حبيت اعملكم لوك بوك، وينتر لوك بوك، واعملكم افكار ملابس المحجبات عشان الشتاء، عشان ذاك اخترت شويه اغراض ملابس للبرد. عن جد حلو، شوفوا كتير حلو، وكتير كتير 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 طويل. اوكي خلاص، هذا راح اخلي معي. واخر قطعه، شو هذا اخر قطعة؟ يا الله شو هاد. اوكي، حبيت عن جد كل اشي، بس هذه القطعة ما فيني البس. هذا التوب بس عن جد مو حلو، لونه حلو، حبيت اللون، بس الكماش عن جد مو، ما بعرف، مو حلو. وشوفوا الديزاين، ما
ما بظن راح البس هذا، اكيد ما راح البسه، بس لونه حلو. في مرات في المواقع الصيني بتشوفوا اشي في الويب سايت حلو، ولما بتشوفوا في الحقيقه ما بيطلع نفس الشيء، وهذا عن جد ما بحب هذا. اخيرا خلصنا، عن جد انا مبسوطه، في كتير اشياء كتير حلوين، اكيد راح اعمل وينتر لوك بوك، يمكن في الشانيل باللغه الفرنسيه ولا ما بعرف، راح اشوف، بس اكيد 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 راح اعملكم لوك بوك في البلوج. لا تنسوا تشتركوا على قناتي، وكمان تابعوني على انستغرام، سناب شات، كل اشي راح اكتب لكم في الديسكريبشن بوكس. خلاص انا تعبت، عن جد تعبت، واليوم شوب كتير. ديروا بالكم على حالكم، وان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.